tout cette envie-là. Et je m'arrête. Et donc, ممكن انهم ما عندهمش هذه l'envie de venir jouer en équipe nationale. Ibn Cheikh, ما رايك في هذا الكلام الذي سبق ان قلته في الكثير من المرات؟ وانتقدت بشده بسبب هذا الكلام. تبتسم. نضحك خاطرش نحمد الله تعالى اللي يقيديني quelque part parce qu'il نقول كلام كاين اللي يجيو ضد ويوريو روحهم الحب تاعهم تاع الموجات تقولها لي لا بوينت ويهضر كي يبداو يهضروا ومن بعد اليوم جام اني غدوه نبدا نشري الجرانين عندي 100 سنه ما شريت حتى الجرنان نشري الجرانين ونشوف كاع لي شان دو تيلي نشوف واش يقولوا على بالماضي وسكيل فيان دو دير بالماضي انا قلتو عنده قرن قلتو مي دوكا كي يبدا بالماضي دوكا نشوف واش يقولوا على بالماضي ساسوا لا بريسيكريت ولا لي شان دو تيليفزيون والراديوات هو شوفوهم واش يقولوا هو يؤكد بانه لا احد جاء من اجل او خلى المنتخب الفرنسي باش يجي يلعب في المنتخب الجزائري وهذه الحكايه قال لك سي دي مونسونج انه كاين اللي خيروا الجزائر على فرنسا ناكدوا على اللي كانت عندهم امكانيه باش يلعبوا في المنتخب الفرنسي الف باش نعاودوا نوليو لهاد لا ماشي نعاودوا نوليو ولكن الكلام هذا تسمع هذا الكلام هو انا مانيش حاب نحط هو يلا بيان في دو تو ديفوالي لان هبلوه هذه عوار هبلوه بلا هذا قال لك فو لي زالجيريان انتوما اللي راكو تحوسوا على هاد لي جوار لو كان هما اوليو دو دير نقولوا له بالماضي وعوار وفلان واكس ايكراك زاد وكذا انتوما فو ميم اليزي فير فوتر ترافاي دو جورناليست اي بوزي لا كيسيون لهادو لي جوار لي هو قال هذا الكلام إيه؟ قال هذا الكلام ولكن لم يريد الاجابه عليه احنا اتصلنا شخصيا بعوار باداره نادي الدوان الدوان شوف اسمع مليح انا عجبتني الكلمه هذه اللي قالهم انتوما لي زالجيريان ثم اللي كنت تحوسوا دير هذا لا ما قالش كنت تحوسوا هو قال باللي عليه باش انا قلنا واش قال يا سيدي باش باللي... باش نكمل في لا هو واش قال لا ربما بالك ما سمعتش مليح ربما لا سمع باش رشيد كان يشوش لا سمعت هو قال بانه هذا اللاعب هذا الشعب الجزائري تلمو راهو حاب هذا اللي جوا بالمستوى اللي راهم فيه راهم فرحانين باش راهم يديروا يقول لك حنا بور لافونير ماذا بينا يكونوا يلعبوا في المنتخب الوطني تلمو هذا لو فو قال لك ربما انتم عندكم هاد الامنيه انكم تشوفوهم بالقميص تاع الوطن كما انا اللي حاب يكونوا قال لك مي بالك راكو غالطين انهم هاد اللاعبين ما عندهمش الامنيه نفسها سي سكي لا تحب نعاود لا ما تعاود لهاد الكلام فهمته اي بصح انت الدريب اللي تكاسي بزاف ما تخلينيش نكمل خليني نكمل ومن بعد هاد الكلام ما انا فهمته واش قال بالماضي وزيد نقول لك حاجه هما كاع الجزائريين مام البيبي نحسب شحال رانا بوبيلاسيون 42 مليون على بالهم بنفس الكلام بلي بو لي جوار يسقيو لهم ليكيب دو فرونس يشوازيس ليكيب دو فرونس لان سي ان بروجي سبورتيف امبورطون على تاع الجزائر تو الموند سي لي 42 مليون اللي على بالهم وعلى ما لا يرسلوا في هذه هذا تو الموند لو سي مادا بيك تلعب في اكس عندك وكذا كاع الناس مادا بها لو كان عوار واليوم ميليو تيرا بصح كاع الناس اللي راهم يبوزيو لا كاس على بالهم بلي عوار شوازي ليكيب دو فرونس كاع الناس وزيد نعاود كاع الناس على بالهم بلي كاع بالصحافي بالبلومبي بالشومبير بالمسؤول كاع على بالهم بلي الجوار شوازي ليكيب دو فرونس بصح ما تحبوش الحقيقه تحبو الكذب نعم ولكن لو كان واحد يخير ليكيب دالجيري ما كاش اللي يخير ليكيب دالجيري يا سي رضوان ما كاش الا اذا ما صحت له ما كاش ما تصح لكش ليكيب دو فرونس نميل منها تصح لك ليكيب دو فرونس انت انا هو كاع كان عندنا رانا عايشين في فرنسا وليدنا يلعب فيها نيفو عالي وتسقيلو ليكيب دو فرونس كاع نقولوا يلعبوا في ليكيب دو فرونس ما تقولوش لا ما هو الخير لاجيري مجاهد هذاك سي تيرميني هذيك تاع طورا وكذا فستي كاع فستي ماشي الطورا اللي فستي العباد اللي يتكلموا يستعملوا هذا الكلام ديماغوجي اي جزائري عايش في اوروبا وليدو يلعب في ان كرون كلاب في اوروبا وتسقيلو ليكيب ناسيونال دونجلتير ولا تسقيلو ليكيب ناسيونال دو فرانس ولا دالمان وهذيك تاع بابا وقال وانا نحب الجاز ما كاش من مع لي كاميرا وي بصح في الدار برنامج اخر نزيد هذه الحقيقه اللي ما تحبوش تسمعوها
داخل الدار سي ان اوتر لونغاج. مي لازم نحترموا رايهم. خليني نكمل. قلت لك ما تكاسينيش رضوان، انني بلاكري فوق دا ما تكاسينيش رحم بابك. قلت لك انا قلت لك انت وانا هذا كاع لو كان عندنا ولادنا في مستوى عالي يلعبوا ليه نخيروا لي كيف دافروا. ما تقدرش تحكم على لا 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 نحكم. معليش دوك نقول لك علاش كاين جو صغار كاين. لا لا نحكم. وليدك زاد التم لكن عاش في فرنسا او في ايطاليا او زاد التم يلعب التم يكبر التم ويلعب في كرونك ولا في اوروبا وهذيك البلاد لانجلتير او ايطاليا او الالمان يزقيو له ليكيب ناس. سامح لي ما تقطعليش. يزقيو له ليكيب ناس في السما راح تعطيني. يزقيو له ليكيب ناسيونال كاع الشعب الجزائري وليدهم يقولوا له روح التم ليكيب ناس. ماشي كاع راي هذا راي تحترمني لازم. خليني نكمل. لا لا كاع ما كاش من اساس يدير ليبوكريزي. زياني خير الجزائر. زياني خير دابا ما تقطعليش ولا ما تقطعلي صح. خليني نكمل. ما ندخلوش. ما كاش منها. راني نقول لك ما كاش منها يا سيرتو راح تهبلني اليوم. اني بلاكري ما تهبلنيش. اي جوار يقولوا ليكيب دو فرونس سير يلعب تيتولار يروح ليكيب دو فرونس. هذه هي حبيت كرات سي كوم سا. سامح لي صافي با دير هاساسي ان بروجي سبورتيف صافي با دير يحب بتات لا فرونس خير من الجزائر ولا يروني الجزائر كبلد. لا ماشي حركيه هذيك علينا مع الحركه راه ما تدخلوناش في الديماغوجي رحم بابك. المجاهده مسكينه مرمد وهذا لك تكلم عليهم راه مخبزينها. خلينا من الديماغوجي نقعدوا في الرياضه. قعدنا في السبور. راني نقول لك اي واحد يلعب تيتولار في ليكيب دو فرونس ولا في ليكيب دالمان يقعد يلعب في هذوك لي زيكيب ناسيونال الالمان او فرنسا او ايطاليا. ايطاليا ما كاش من يقول لك لا باسكو سي تان بروجي سبورتيف اون ايكيب دو فرونس يبي جوي بليزيور كوب دي مون يبي جوي كوب دورو يطلع البي دو لا كوت تطلع لي كونتر يوليو كبار دراهم كبار افير بزنس افير دراهم. تبقى لاجيري في لي فاكونس كل واحد يجي لبلادو واحد في الشرق واحد في الغرب ولا في الصحراء ولا في القبائل يجي يشوف بلادو يشوف بن عمو يشوف له ويحب بلادو ويحكيوا له على جدودو اللي كانوا ممكن في الطوره وكذا وكذا ويولي ليه يخدم. ما يخليونا من هذا سي سي دو لا ديماغوجي. حنا تنهلكنا في الجزائر باسكو نكذبوا ونحبوا الكذب نحبوا الديماغوجيه. واضح. نروحوا للتصريح. التصريح الموالي دائما